وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، ورح نختم بفقرة عن العناية بالجسم والبشرة. واليوم كثير من السيدات والصبايا بتلجأ لإجراءات تجميلية، بتسمع عنها كثير، إن كان اليوم عم نحكي عن الوشم أو التاتو، كثير يمكن عفاف بيلجأوا لهذا الإجراء، ولكن ما بيعرفوا إنه له مخاطر وأثر سلبية على الجلد. صح، هيدي اليوم للأسف كل الصبايا وكل الشباب وأغلب البشر يلي عم يتابعوا السوشيال ميديا ومتأثرين كثير بالقصص يلي عم تنتشر على السوشيال ميديا، ان كان صور لتاتو او بعض التقنيات التجميليه، كمان ممكن يقلدوا كل شيء عم يعملوه وما بيعرفوا انه ممكن هالشيء ما يناسبهم او يسبب لهم مخاطر على المدى البعيد، ان كان بتقنيات التاتو او ان كان بتقنيات البشره التجميليه. شو هي المخاطر يلي ممكن تؤدي لها هي التقنيات، ومين الاشخاص يلي بتناسبهم التقنيات التجميليه؟ رح نحكي كثير تفاصيل مع ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستديو، ولاء كروم الخبيره بالتجميل والعنايه بالبشره. اهلا وسهلا فيكي. صباح صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. خلينا عم نحكي عن موضوع شائع بنسبه كثير منيحه، عم نشوف مو بس الصبايا وشباب عم يلجؤوا للوشم اليوم. بساعات قليله ممكن يرسم وشم معين يكون كثير مبسوط فيه، ولكن للاسف ممكن يكون في اثر سلبيه على صحه الجلد. خلينا نوضح هي الفكره. هلا اول شيء هو التاتو، هو هلا من الاجراءات التجميليه اللي كثير شائعه بالاونه الاخيره، هي كثير مضره، هي نتيجه استعمال الابر وخزات عديده بيتعرضها الجسم بكافه انحاء الجسم. ممكن يكون رسم على الجسم، او ممكن هلا الصبايا كثير عم يتعرضوا لها اللي هي ترتيب الحواجب او توريد الشفايف اللي هي اكثر خطوره. هلا احنا خلينا نحكي على الناحيه التجميليه منه. هلا كتجميليه الصبايا كثير عم يحبوها وحتى الشباب عم يحبوها على الرسم، بس هي كثير سيئه. وحتى انت كمان حكيتي انه هي بسهوله، هي ابدا ما انا بسهوله، لانه هي بتتعرض لساعات طويله من الشغل حسب المساحه وحسب الالوان اللي بدنا نستعملها. حتى الصبيه او الشاب عم يتعرضوا لالام بدرجات متفاوته وبتعرض لتخدير سطحي. بس في حاله واحده نحن كمان كثير بننوه عليها وبنحذر الصبايا منها، اللي هي توريد الشفايف اللي كثير منتشره. الصبيه هون عم تتعرض للتخدير بالابر عن طبيب اسنان، لهيك هي بتتعرض لدرجه عاليه من الالم، فهي ما أنا بهالسهوله ابدا. هلا نحن خلينا نحكي على المخاطر تبعه. المخاطر اول شيء الامراض اللي بتصيب الدم نتيجه الابر المستعمله كذا مره او التعقيم الغير كافي. الشيء الثاني الردات التحسسيه اللي بتسبب طفح جلدي نتيجه هي الاحبار اللي عم تدخل بالجسم، وخاصه اللون الاحمر او اللون الاصفر. هلا كمان في عنا شغله ثالثه، الندب اللي بيتعرض له الشخص او الصبيه نتيجه انه انا بس مليت من هذا الشيء انا بدي ازيله. من زمان كانوا يشيلوا هذا التاتو بالحرق المباشر، فاجباري رح يتعرض للندب، بس هلا حاليا صار في تقنيات حديثه اللي هي الليزر. تمام. او تقنيات ثانيه عم تكون اقل خطوره، بس مع هيك عم تسبب ندب كثير كبيره وما عم تكون النتيجه مرضيه. تمام. طبعا هون لازم الواحد يعدل المليون يمكن قبل ما أكيد طبعاً. يعمل شيء او يحفر شيء بجسمه هو أكيد. دائم الامد، وممكن يروح ممكن ما يروح. صح. فخلينا هيك ننتقل، ممكن يكون اليوم عندنا طرق بديله او اكثر امانا ممكن تكون لكل الاشخاص اللي بحبوا التاتو. هلا طرق بديله اكثر امانا 100% ما في، بس نحن ممكن ناخذ طريقه ثانيه. مثلا للصبايا اللي بتحب تشوف هي الرسمه على حالها لفتره معينه، ممكن نستبدلها بالحنه اللي هي كثير امنه هلا وكثير عم تطلع حلوه. نعم. ضاين شهر. قد ايه بتضل شهر؟ بتضل شهر. هلا في عندنا كمان البديل اللي هلا نازل هو المايكرو بليدنج. المايكرو بليدنج هو كمان بنستعمل حبر بس بطريقه امنه، اللي هو تخريش بالطبقه السطحيه عكس التاتو. هلا نحن فينا نستعمله هذا بطريقه علاجيه وطريقه تجميليه. هلا التجميليه ممكن الصبايا يستعملوها للحواجب عم تعطي نتيجه حلوه وطبيعيه، كمان فينا نستعملها علاجيه صبايا او شباب عم يتعرضوا كثير لحالات نفسيه، فعم يصير في يعني على الحاجب عم يخف كثير او نتيجه حروق. بالطرف الثاني كمان
فينا نستعمله لمعالجة الندب. ندبات. ندبات أثار عمليات التجميل لشد البشرة خاصة عم يصير عنا ندب حوالين الإذن، فعم تفقد الصبية قسم واضح من الشعر، فنحن ممكن نعمله تغطية. هذا كتير عم يعطي آثار كتير حلو. كمان في عنا صبايا اللي عم تعرض لحجابات لفترة طويلة، فعنا عم يصير ارتجاع بمقدمة الرأس، فنحن كمان ممكن نغطي هذا وبيطلع بشكل كمان كتير حلو وكتير طبيعي، وما ممكن عرضنا حالنا للأذى الكبير. هو المايكرو بليدينج عم يكون كتير سطحي وآمن. تمام دكتورة ولاء، خلينا نروح لمحور تاني اليوم. خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، العطل والرحلات والناس اللي بالبحر، اليوم ممكن نعرف انه البشرة كتير حساسة وممكن تتعرض لكتير من المشاكل بهيدا الفصل وبهيدا الوقت. كيف ممكن اليوم احنا قادرين نحافظ على صحة بشرتنا اكتر من اشعة الشمس؟ هلأ انا بفضل انه اي اجراءات بتخص البشرة، بتخص تقشير البشرة او تخريش بالطبقة السطحية، فانا بعد عنها نهائيا وبأجلها لفصل الشتاء. هلأ نحن بدي نبه كتير عن صبايا اللي عم يتعرضوا للفراكشنال أو الديرما بين أو التأشير الكربوني، هذا حتما أنا بدي أجله لفصل الشتاء، لأنه هو هون عم يعطي نتائج عكسية إذا كان بفصل الصيف. بس إذا كانت الحالة ضرورية وعلاجية، فأنا ممكن أخذ موعد عند خبيرة التجميل أو عند المركز فترة مسائية، وحافظ على حالي بهالفترة، كون تواجدي بالمنزل ما أطلع أبدا لبرا، وحتى بالمنزل ضروري حط الواقي الشمسي والمس الترطيب. يمكن هاي المعلومة جديدة، انه اليوم نحن كمان حتى بالبيت لازم نحط اكيد الشمسي. لانه نحن حتى بالبيت عنا في وهج الشمس، هي كمان بتضرب، بتعطي اثار سلبية كتير على البشرة. تماما. بمناسبة هلا انه ذكرنا الواقي الشمسي، اليوم كتير عم نشوف ازدياد وتنوع لمساحيق التجميل، وخصوصا على النت، وعم نشوف بلوجرز عم تستخدمها ونحن عم نتأثر فيها، وبالتالي عم نروح نستخدم. هي ممكن تكون الماركة او هذا المسحوق منيح، بس ممكن ما يناسب بشرتي بالوقت نفسه. طب خلينا نعرف اليوم كيف انا ممكن استخدم او انتقي مسحوق تجميل يكون مناسب لبشرتي اكثر وما يسبب لي ممكن يقلب رد فعل عكسي على بشرتي. هلا انا اول شيء بدي اعرف انا شو بدي غطي. انا وقت بختار مسحوق التجميل اللي بدي غطي فيه، انا شو بدي غطي؟ في شيء عيب ببشرتي انا بدي غطيها. فانا اول شيء بدي الجا له هو للعلاج البشره، اللي هي صبيه شو بدها تغطي؟ هي بدها تغطي كلف، هي بدها تغطي تصبغات، هي بدها تغطي ندب اثار حب الشباب او سواد تحت العين. فانا ممكن عالج هاي المشكله وبعدين بنفكر مساحيق التجميل. هلا مساحيق ما احتاج مساحيق اكيد هلا الصبيه لما تعالج بشرتها، او حتى الشباب عم يعالجوها، لما بيوصلوا لدرجه النضاره اللي هن طالبينها، فهن لحالهم ما عاد بحاجه اني احط هي المساحيق التجميل. ولو حطينا مساحيق التجميل، انا بفضل انه مسائيا، اما نهاريا ابدا كثير مضر على البشره، خصوصي اذا فيها نسبه زيت عاليه. انا اذا بدي اختار مسحوق تجميل بكافه الماركات، فانا ممكن اخذ اللي نسبه الزيوت تبعه اخف شيء. وطبعا بالبيت يا ريت الصبيه تحافظ على الروتين البشره، اللي هو مثلا ممكن التنظيف او السكراب بالاسبوع يوم، او ممكن انا احافظ على تنظيف البشره بمراكز، بس انه انا لازم تكون بشرتي محافظه على نضارتها. لهيك انا ما بحتاج لهي المساحيق. وحتى هلا الصبايا في توعيه كثير كبيره، حتى الشيء اللي عم يختاروه كثير طبيعي، يعني من مواد طبيعيه. انا هيك بفضل اكثر من المساحيق. تمام. خلينا نرجع لموضوع الوشم والتاتو. يمكن اليوم اي شخص فعلا هو قادر يلجا لهذا الخيار التجميلي ام لا؟ في اشخاص ممكن يصير عندهم حساسيه بالجلد، يصير في طفح جلدي، او لا سمح الله توصل نسمع ممكن يصير في سرطان. صح. فقد ايه مهم اليوم يكون في فحوصات طبيه واجراء قبل هذا الاجراء التجميلي كرمال يكون في وعي اكثر اليوم للصبايا؟ هلا اهم شيء يكون المكان اللي انا متوجهه عليه، انا بدي اعمل التاتو، انا مقتنعه تماما اني انا بدي اعمل التاتو، لازم يكون مكان كثير مجهز بالتعقيم، هي بالدرجه الاولى. وثانيا انا بدي اكون حاطه ببالي انه انا ممكن وصل لاثار سلبيه. بس في كمان اشخاص ممنوع منعا باتا يتعرضوا للتاتو، اللي هن امراض مرض السكري، الضغط، هدول ممنوع منعا باتا انهم يتعرضوا للتاتو. تمام. طيب ولاء، اليوم كثير من الاستفسارات ممكن تكون عم تراود اي صبيه او اي شاب، اليوم في مشكله شائعه عند اصحاب البشره الدهنيه بيعانوا منها بفصل الصيف، ان كان
هي حساسية، إن كان هي حبوب شباب ممكن تطلع لهم فجأة، شو منصحهم يستخدموا شيء تقنية أو هنن بالبيت لحتى يتفادوا مشكلة ظهور الحبوب والحساسية بهذا الفصل؟ هلا أنا بنصح قبل النوم يستعمل صابونة، أي صابونة بس يكون فيها مواد كبريتية اللي هي بتنشف البشرة، اللي هي بالتالي بتسحب هاي الدهون من البشرة. ثاني شيء انه نبتعد عن الكريمات الزيتيه او المساحيق اللي فيها نسبه زيوت عاليه. يعني ما في اي تقنيه ممكن تساعد انه انا شيل هاي الحبوب، شيل الاثاره، هي خلينا نكون تحت اشراف اخصائيه او دكتور بشره، لانه الصبايا كثير هلا عم تلعب ببشرتها وعم بتاخذ اثار سلبيه اكثر ما انه هي تعالج. صح، عم ياخذوا ادويه من حالهم. صح طبعا اكيد، هي كل الادويه اللي احنا لازم نكون في تحاليل لها قبل ما نتعرض له. تمام، خلينا بالختام ما ناخذ نصائح من حضرتك كيف نحن قادرين اليوم نحافظ على صحة بشرتنا بعيدا عن أي مشاكل ممكن تتأثر البشرة فيها. هلا أول شيء أنا لازم حافظ على الروتين اليومي اللي حكينا عليه. ثاني شيء وقت تتعرض للشمس لازم يكون في واقي شمسي بيتجدد كل ساعتين. ثالث شيء ما احط مساحيق كيف ما كان، يعني ممكن اي شيء قريته على النت او اي شيء او اي بلوجر شفتها لازم انا اطبق مثله، نبعد عن هذا الشيء تماما. صحيح، بالختام اكيد بدنا نتمنى هيك بشره صحيه ومشرقه وسلامه، واكيد كل الاشخاص يلي بيعملوا تاتو او وشم يتبعوا اجراءات السلامه، ان كان التعقيم الكثير لازم يكون ضروري لحتى نتفادى نقل الامراض او لحتى الواحد يفكر بشكل أصوب أكثر. شكرا لك ولا وأهلا وسهلا فيك. أكيد بالختام شكرا لك ولكل النصائح يلي قدمتيها ضمن صباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.